التصدعات العميقة اللي موجودة في داخل الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي لحد هذه اللحظة لم يتحول إلى تحالف حقيقي منسجم، وسبب الصراع ما بين الزعماء اللي موجودين في داخل الإطار التنسيقي، وهذا الصراع هو صراع قد يبدو في الصورة الخارجية أنهم متماسكين ويدعمون الحكومة، ولكن في العمق هناك صراع من أجل الهيمنة على الحكومة الحالية. فأنا أعتقد أنه هذه الصراعات اللي بينت على لسان النائب واللي طالب بها بمحاكمة ملف سبايكر أو إعادة فتح ملف سبايكر، لأنه سقط تقريبا ثلث الأراضي العراقية بيد داعش في وقت كان هناك تحريك لمسألة محاكمة السيد رئيس الوزراء السابق الكاظمي، فأعتقد هي تشير إلى تصدعات أكثر ما تشير إلى صحوة الضمير، خصوصا أن هذا الموقف هو ليس دفاعا عن الكاظمي، لأن أيضا السيد النائب صرح بشكل وبآخر أنه يعتقد بأن الكاظمي يعني ارتكب جريمة الخيانة العظمى بحق أبناء الشعب العراقي ويجب أن يحاكم. ولكن دعني أشير إلى مسألة، هذه المسألة موجودة في الكواليس السياسية وربما اتفاق سياسي منذ البداية، منذ إعادة تشكيل النظام الحالي يعني بال2005 وما تلا 2005. هناك قاعدة متفقون عليها جميعا السنة والشيعة والكرد، أن لا يحاسب الشخص المتصدي الأول، يعني رئيس الوزراء ما دام شيعي لا يحاسب مهما كانت الجرائم التي اقترفها، ورئيس مجلس النواب لا يحاسب مهما كانت الجرائم التي اقترفها، وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية الكردي. كأن هناك اتفاق، وهذا الاتفاق لحد هذه اللحظة الكتل السياسية تغطي لرؤساء الحكومات أو لرؤساء مجلس النواب السابقين أو حتى لرؤساء الجمهورية، مع العلم أنه ربما التحقيق في المراحل الماضية أنا أعتقد شيء مهم. في حكومة المالكي كانت هنالك جرائم كبيرة، بحكومة عادل عبد المهدي جرائم إبادة جماعية، بحكومة العبادي كانت هنالك ملفات فساد، بحكومة الجعفري كان قد تأسست الميليشيات وتمت شرعنتها والحرب الطائفية. لماذا يتم التركيز تحديدا على الكاظمي ويترك الآخرين؟ علي تركي حرك المياه الراكدة في وقت حرج للجميع. باوع أستاذ نجم، يعني حاليا بالإعلام يبدو ملاحقة للكاظمي وتحريك للملفات القضائية، وبالفعل هو يعني يعتقدون أنه الكاظمي هو خرج عن إطار التوافق السياسي الشيعي، وكان يستهدف الفصائل المسلحة ويستهدف الإطار التنسيقي بشكل وبآخر، وكان عنده اتفاق مع السيد الصدر وإلى آخره. ولكن دعني أحدثك عن العمق، هناك رسائل تصل إلى الكاظمي، تقريبا رسائل بين فينة وأخرى ومن زعماء في داخل الإطار التنسيقي، أنه أنت تقدر ترجع للعراق وتمارس العمل السياسي، وإذا تريد تشكل حزب سياسي هلا بك شكل حزب سياسي، بس تعالوا يانا، يعني تعال انسجم مع المعادلة الحالية. أنا شخصيا وصلت رسالة للسيد الكاظمي، ما أدري وصلت له لو لا، عبر وسطاء، قلت لهم من أكبر الأخطاء أنه الكاظمي يرجع ينسجم مع هذا الوضع، بالضبط مثل ما صار مع طارق الهاشمي ورافع العيساوي وآخرين. يعني أنت إذا تنسجم ويانا أهلا وسهلا بيك، وأنت يتم تطهيرك من كافة الملفات القضائية والسياسية وإلى آخره، والصير لا زعيم وطني، بس أنت إذا ما تنسجم ويانا سنهددك يعني بين مرة وأخرى بملفات قضائية، بقضايا أخرى تصل يجوز حتى إلى حد أنه نمنع عليك دخول الأراضي العراقية. فتلاحظ في داخل الإعلام شيء، في الإعلام شيء، وفي الأروقة السياسية والكواليس شيء آخر. هناك دعوات، أنا أحدثك عن معلومات حقيقية، هناك دعوات للسيد الكاظمي أن ارجع إلى العراق ومارس العمل السياسي وادخل ويانا في تحالف، سواء مجالس المحافظات سواء مجلس النواب القادم، والمرحلة اعتبرها كأنه ما صاير شيء. يعني المسألة مو مسألة فتح ملفات أو سرقة قرن أو مثلا اغتيالات أو فساد مالي وإداري في عهد الكاظم وما كان موجود في الحكومات السابقة، لا، المسألة ملف سياسي يراد من الكاظمي أن يعود إلى التوافق اللي يدير العملية السياسية من 2003 ولحد الآن، ويبدو الرجل لحد هذه اللحظة
هو معترض على هذا التوافق، رغم أنه أنا أقول هو السيد الكاظمي نفسه هم ما جابته معادلة تشرين، هم جاب التوافق السياسي ما بين سائرون والفتح في حينها في 2019-2020. يعني بالنتيجة يعني هو هم ابن التوافق السياسي، مو خارج على التوافق السياسي، ولكن كان عنده كلمة، كان عنده رؤية، كان قربة من السيد الصدر أكثر من قربة من الإطار، وهذا أزعج الإطار بشكل وبآخر، وخصوصا الأجنحة المتشددة في داخل الإطار واللي تعتقد بشكل وبآخر أنه السيد الكاظمي أيضا مسؤول عن جريمة الاغتيال اللي حصلت لسليماني والمهندس. تلاحظ في هذه كلها الاعتبارات اللي تصير تخلي الحديث عن إثارة ملفات قضائية، ولكن أنا أعتقد أنه إثارات إعلامية. طيب. ليس إلا لا يحاسب رئيس وزراء شيعي، وإذا ما تم محاسبة الكاظمي ستفتح النار من كل الاتجاهات، لأن هو الرجل أيضا لديه ملفات، أيضا هذه معلومة، لديه ملفات خطيرة ممكن أن يعني تفتح إلى الرأي العام ولي يعني على زعماء سياسيين في داخل الإطار التنسيقي. ولذلك أنا أعتقد هي عمليات تناوش وتهديد وتهديد مقابل دكتور من أجل صلاح. الوصول إلى تسوية معينة ما بين السيد الكاظمي وما بين الإطار التنسيقي زعماء.